يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن صاحب البدعة قد يؤجر على نيته مع فساد عمله، فما توضيح هذا الكلام؟ إذا كان ينوي التقرب إلى الله يؤجر على نيته لا على عمله، أما على عمله يأثم عليه ويعذب به، أما نيته يؤجر عليها إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. ففي فرق بين العمل وبين النية. نعم.